هذه المسائية من الميادين وفي عناوين نقاش الليلة. مجلس الأمن يصوت بالإجماع على قرار يدعو إلى وقف الأعمال القتالية لثلاثين يوما. فهل أسقطت موسكو خطة واشنطن للانقلاب على المعادلات في سوريا؟ في استمرار لدبلوماسية العواصف والتحريض، الجبير يعتبر اليمنيين لاجئين في السعودية، وصنعاء تتهمه بالتضليل وتؤكد أن اليمنيين من بناة المملكة. وسط صمت سعودي إزاء الموقف الأمريكي من القدس وتقارب مع تل أبيب، الجبير يتهم حماس بالتطرف، والحركة تعتبره تضليلا وتحريضا على المقاومة وتشجيعا على مجازر جديدة بحق الفلسطينيين. مرحبا بكم. بالإجماع وبعد تفاهم على التعديلات الروسية إثر كباش شديد بين موسكو وواشنطن، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار من دون تلكؤ في سوريا. القرار وبحسب مقدمته يركز على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق، وهو ليس اتفاقا شاملا وإنما يحمل أهدافا إنسانية. فهل أسقطت موسكو خطة واشنطن في مجلس الأمن للانقلاب على المعادلات في سوريا؟ وفي موازاة الحملة الأمريكية في مجلس الأمن، شنت السعودية حملة على اليمن وحركة حماس عبر وزير خارجيتها عادل الجبير، اعتبر فيها اليمنيين لاجئين في المملكة، فرد اليمنيون معتبرين تصريحاته مضللة لتبرير العدوان على اليمن، وأن اليمنيين من بناة السعودية التي تشن عليهم حربا منذ 3 سنوات. أما فيما يخص الفلسطينيين وفيما تلتزم الرياض الصمت المطبق إزاء قرار ترامب ضد القدس، وسمى الجبير حماس بالتطرف، فردت الحركة باتهامه بالتحريض على المقاومة وبتشجيع الإسرائيليين على ارتكاب مجازر جديدة بحق الفلسطينيين. فهل تؤشر حملة الجبير المزدوجة إلى مأزق المملكة في المنطقة؟ وهل تأتي في وقت مدروس؟ قبل أن نفرد النقاش لملفات المسائية لليلة، اسمحوا لنا مشاهدينا أن ننتقل وإياكم إلى غرفة الأخبار في الميادين وموجز لأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. أفاد مراسلنا بإصابة عدد من المدنيين بقصف للجماعات المسلحة استهدف عددا من أحياء دمشق. وزارة الداخلية السورية تحدثت عن سقوط 54 قذيفة على أحياء جرمانة وضحية الأسد بحرسة وعلى عدد من أحياء العاصمة وضواحيها والمدينة القديمة. من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 3 أشخاص قتلوا في قصف على الغوطة. أفاد موفد الميادين إلى عفرين بأن القوات التركية والجماعات المتحالفة معها تفرض حصارا بالنار على المدينة. القوات التركية كثفت أيضا القصف المدفعي على بلدتي جنديرس وراجو، واستهدف الجيش التركي معبر زيارة وطريق جبل الأحلام، ما أدى إلى قطعها أمام حافلات المساعدات الإنسانية. وفي هذه الأثناء اقترب الجيش التركي والمسلحون من السيطرة على شريط حدودي حول عفرين. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة تتعرض للتآمر أكثر من أي وقت مضى. وفي كلمة له خلال احتفال في مدينة بعلبك شرق البلاد، أكد أن الأمريكيين جاءوا إلى المنطقة بأنفسهم بعد فشل أدواتهم. السيد نصر الله اتهم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بالتحريض على حزب الله خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان. وأوضح أن الوزير الأمريكي قال للمسؤولين في بيروت أن حزب الله وسلاحه مشكلة يجب حلها. أعلنت كتائب حزب الله العراق أنها لن تقبل بالاستسلام لما تحاول الإدارة الأمريكية فرضه عبر الإصرار على العودة لاحتلال الأرض العراقية. وأكدت في بيان المحافظة على جاهزيتها واستعدادها للدفاع عن العراق في وجه المخططات الأمريكية التي فضحتها سنوات المواجهة مع داعش. البيان أكد رفض محاولة واشنطن مصادرة القرار السياسي العراقي من خلال إبقاء قواتها العسكرية، وجدد تأكيد قرار كتائب حزب الله عدم المشاركة في الانتخابات كمرشحين داعية الشعب إلى المشاركة بكثافة في التصويت. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري بسيارتين ملغمتين قرب مقر مكافحة الإرهاب في مديرية التواهي بعدن جنوب اليمن. وكان مراسلون أفاد بمقتل وإصابة أكثر من 55 شخصا بينهم مدنيون. إلى ذلك قتل وجرح عدد من قوات الرئيس عبد الرب منصور هادي إثر قصف صاروخي ومدفعي للجيش اليمني ولجان الشعبية استهدف مواقعهم في مديريتي موزع والمخا عند الساحل الغربي جنوبي غربي محافظة تعز. وعلى الحدود اليمنية السعودية قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين خلال اقتحام الجيش ولجان مواقعهم في جبل أم الريح بعسير.
ختام الموجز، عودة للمتابعة المسائية مع رامية. إليك رامية. شكرا لك دينا. إذا صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يطلب من كل الأطراف وقف القتال من دون تلكؤ، ويطلب القرار الدخول فورا في حوار من أجل التطبيق الكامل والشامل لهذا الطلب من كل الأطراف ومن أجل هدنة إنسانية لـ30 يوما في كل سوريا. ويشدد القرار على إدخال معونات إنسانية وخدمات وإجلاء المرضى والجرحى بشكل غير مشروط، ويستثني القرار مناطق سيطرة داعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية. وقد شدد المندوب الروسي على هذا البند. القرار ينص بوضوح أنه لا ينطبق على الأنشطة العسكرية التي تستهدف جبهة النصرة وداعش وكل من يرتبط بالقاعدة. هذه المعركة لم تنتهي، ونطلب من الفاعلين الدوليين أن ينسقوا مع السلطات السورية في هذا الصراع، محترمين القانون الدولي بما في ذلك احترام سيادة سوريا ووحدتها. الوضع ليس خطيرا في الغوطة فقط، بل هناك مشاكل أخرى في دمشق المستهدفة من قبل الجماعات المسلحة، وسفارتنا استهدفت. نحن نرى البروباغندا التي جرى ممارستها ضد العمليات التي استهدفت تحرير شرق حلب. المندوبات الأمريكية نيكي هايلي شككت في نية الحكومة السورية الامتثال لقرار مجلس الأمن بشأن الهدنة، وطالبت بتنفيذ وقف إطلاق النار فورا، منتقدة ما سمته تأخير روسيا القرار. Our goal with this resolution is clear. كلنا لنا هدف واضح في هذا القرار، وهو أن النظام السوري ينبغي أن يوقف عملياته العسكرية في الغوطة الشرقية وأن يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها. نشعر بعدم التفاؤل ولسنا مقتنعين بأن النظام سيقبل، لكننا سندنا مسودة القرار لأننا ندين بذلك للشعب السوري الذي ينادينا ويطلب المساعدة. قرارنا وتصميمنا سيكون رهن الامتحان، وعلينا أن نسهر على أن تكون كل التدابير المذكورة في القرار مطبقة لاستعادة مصداقية هذا المجلس. للنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية سيد رياض عيد، كذلك من نيويورك ينضم إلينا الكاتب والباحث في الشؤون السياسية دكتور نصير العمري، ومن غزة ينضم إلينا الكاتب في جريدة الأيام الفلسطينية سيد أكرم عطلة. مرحبا بكم جميعا. وسأبدأ معك سيد رياض عيد في قراءة لما شهدناه قبل بسيط من الوقت. بالفعل تم إقرار مشروع القرار، وأصبح الآن قرار 2401 في صيغته في المقدمة الإجرائية الخاصة في الجانب الإنساني كما استمعنا إليه، لا يبدو مختلفا كثيرا عما استمعنا إليه في مساء الأمس. لماذا جاء هذا التأخير؟ ما الذي وصلك من الجلسة وهذا المشروع؟ يعني التأخير تم بناء على إصرار الجانب الروسي على ألا يشمل القرار داعش والنصرة، يعني وقف إطلاق النار على ألا يشمل داعش والنصرة والفئات المرتبطة بها، لأنه بات واضحا لروسيا وسوريا وحلفاء روسيا وإيران أن مشروع القرار الغاية منه هو وقف العمليات، لأنه كان هناك ولا تزال رغبة عند الجيش العربي السوري وحلفائه بأن ينظف محيط دمشق من القوى التكفيرية الإرهابية. يعني حاولت أمريكا جاهدة أن يشمل القرار الجميع، وبالتالي لكي توقف هذا الهجوم من الجيش العربي السوري وحلفائه لتنظيف المنطقة، لكن القرار هذا التأخير أتى خوفا من إصرار روسيا لاستعمال الفيتو. سيد عيد، ربما يعني ما أسأل عنه، ما سمعنا من سيد منصور العتيبي هو رئيس المجلس الأمن يعني بالدورة الحالية، وأيضا يعني دولته الكويت قدمت مشروع القرار أو أصبح الآن قرار مع السويد، قال المقدمة الإجرائية لأنه ما قاله مندوب روسيا هو الذي وضح موضوع أنه تستثنى منها هذا الاتفاق أو القرار مشروع داعش والنصرة والمرتبطين نعم. معهما، وبالتالي لماذا لم يعني يتم تلاوة ذلك بندا، أم أنه نحن دخلنا في مرحلة جديدة من تفسيرات مختلفة؟ قد يكون، إنما أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، وأنا أعتقد أن العمليات ضد جبهة النصرة وداعش ستبقى مستمرة لأنها غير مشمولة بالقرار، وهذا يعني أن القرار يعني عملية الضبط حاولت أمريكا أن يعني ترسل إشارات باتجاه روسيا وسوريا بأن المطلوب منهما أن يلتزما بوقف إطلاق النار، إنما ما أخشاه أو ما أتوقعه أن القوى التكفيرية لن تلتزم في وقف إطلاق النار وهي بحاجة إلى هدنة كي تلتقط الأنفاس. طيب ربما دكتور نصير العمري أنت لديك خبرة أيضا وكونك بنيويورك في
فيما له علاقة بالتفاصيل الإجرائية في مجلس الأمن، لكن النقطة التي أشار إليها سيد عيد هو موضوع الإصرار. سمعنا نيكي هايلي تتحدث عن ضرورة التطبيق وركزت كثيرا وشككت بما له علاقة بالدولة السورية، وكأنه مطلوب فقط من الدولة السورية أن تتوقف بما له علاقة بمعركة الغوطة الشرقية لاعتبارات عديدة. هو كذلك يمكن أن نفهم الكلام لهايلي بهذا الإطار، وأنت ما الذي وصلك من ما جرى القرار 2401 وما جاء في مضمون جلسة الإقرار؟ شكرا للاستضافة. في الحقيقة القرار هو انتصار لكل الشعب السوري. القرار يضع ضغط على النظام السوري، ولكن أيضا يضع ضغط على هؤلاء الذين يطلقون الرصاص باتجاه دمشق. لا يقبل الشعب السوري بأن تهدد دمشق أو الغوطة الشرقية أو الغربية. فأظن بأنه انتصار للدبلوماسية الأمريكية والدبلوماسية الروسية أيضا. الضغوط العالمية كانت كبيرة بوقف شلال الدم في الغوطة الشرقية، ولكن أنا أتفق بأنه القضية ما زال القضايا ما زالت معقدة ومتشابكة. هناك مشكلة سياسية في سوريا يجب حلها. هذه الحلول الأمنية المؤقتة يعني هي حلول مؤقتة، وسيعود ربما يعود الإرهاب مرة أخرى، ويستمر السوريون بالأبرياء بدفع ثمن باهظ لهذا الخلاف السياسي في سوريا. فأظن بأنها خطوة جيدة، وموافقة روسيا على التهدئة كانت خطوة جيدة، وأظن بأنه يعني يرجى الآن بأن يتم التوجه إلى عملية سياسية حقيقية والابتعاد. طب هذا في جانب، ربما كنا نتلمس أن نفهم ما جاء في مشروع في هذا القرار، لأنه نقاشات طويلة على مدى يومين، الأمر كان من 9 من هذا الشهر، ولكن النقاش والنقاشات كانت في مجلس الأمن منذ يومين، واليوم اليوم الثالث، ومع ذلك كان في له علاقة بالصيغ. ربما وأنا أنتقل إليك سيد أكرم عطلة، أسألك بمضمون ما قاله المندوب الروسي، قال بأن لماذا تأخرنا؟ لأنه يجب أن نضمن بأن هذا الوقف دون تلكؤ يجب أن يكون منخرطة فيه كل الأطراف، وعندما يتحدث عن كل الأطراف ليس فقط في النقاشات التي لها علاقة بالأطراف الموجودة، وإنما التطبيق على الأرض. هل نتوقع أن يتم ذلك في مشهد معقد في جغرافيا سوريا كلها، طالما الهدنة تشمل سوريا كلها؟ شوفي، الهدنة تشمل سوريا صحيح، ولكن يعني الحديث عن بعض مناطق ربما لا تشملها الهدنة كالمنظمات التكفيرية يجعل تطبيق القرار أمر مشوب بنوع من الحذر. الأهم من ذلك أنه هذا الصراع الحقيقي هو كله يعني جاءت الهدنة لموضوع الغوطة الشرقية. لماذا الغوطة الشرقية بالذات؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تشعر أن الصراع في الغوطة مختلف. أولا، القوى التي تقاتل في الغوطة الشرقية لها ارتباطات خارجية، يعني ليس مثلا كداعش. داعش ربما تنظيم قائم بذاته وله مرجعيته داعشية على الأقل ما هو ظاهر حتى الآن. ليس هناك دول واضحة في دعم داعش، لكن يعني أحرار الشام، فيلق الرحمن، نعرف أن هناك دول ودول خليجية ربما لديها قدر من المال ولديها الإعلام، وهي التي أثارت مسألة الغوطة الشرقية والحديث عن مجازر في الغوطة والخوف من الغوطة، لأنه آخر نفوذ لها ربما يتم تصفيته إذا ما تم يعني اقتحام الجيش السوري للغوطة. روسيا تقف خلف هذا الموضوع. روسيا واضح أنها وضعت أقدامها بالأرض. موضوع الغوطة يجب أن ينتهي استجابة للرغبة السورية، لأنه بعض القنابل والقذائف أصبحت داخل دمشق، يعني طريق المزة، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية أفشلت كل جولات الحوار في جنيف وفي سوتشي وفي الأستانة، كل هذه أفشلت بفضل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تفشل الآن أيضا اقتحام الجيش السوري للغوطة. أنا أعتقد حجم الالتزام، روسيا تعرف ذلك، تعرف أن الصراع في الغوطة ليس صراعا يعني بين النظام السوري والقوى التكفيرية، بقدر أنه بدأ يتضح في الآونة الأخيرة أنه صراع بين الولايات المتحدة وروسيا. لهذا روسيا كانت تدرك ذلك وكانت تريد أن تحسم هذا الملف بشكل طيب. وهذه نقطة مهمة سيد عطلة، لأنك كأنك تقول أنه تريد الآن الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التوقيت، إن كان في الجانب السياسي وحتى الميداني، تقول لروسيا لا يمكنك وحدك أن تحتلي أو تشترحي الحل في سوريا، هي تريد أن تدخل من مثل هكذا توقيت حساس للعودة مجددا. لا أدري إذا كان سيد عيد يتفق مع ذلك
ذلك. وهنا أسألك بالإضافة، لماذا تبدو هذه المرة مختلفة عن سابقاتها؟ لماذا أخذ هذا الوقت وهذا الجانب؟ لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تشبثت برأيها بهذا الشكل وكذلك روسيا؟ ما الذي يقف خلف هذا المشهد؟ الواقع أن يعني أزمة العلاقات الروسية الأمريكية حاليا هي في مستوى متدهور جدا. تريد أمريكا أن توقف حسم روسيا للصراع في سوريا. روسيا مصممة مع الجيش العربي السوري، مع روسيا وحلفائه وإيران مصممون على تنظيف محيط العاصمة دمشق. ولأول مرة في تاريخ الحروب وفي تاريخ الجيوش دفع الجيش السوري بقوافله علنا وفي وضح النهار للتجمع في محيط دمشق لحسم هذه المعركة باتجاه دفعهم باتجاه إدلب. وسيأتي لاحقا الحسم في إدلب ومن ثم الحسم ضد الوجود الأمريكي والقوى التكفيرية في منطقة الكرد. أنا أعتبر أن المسار في سوريا سائر نحو الحسم ضد القوى التكفيرية بدعم وموافقة روسية إيرانية. من هنا أتى هذا الاستقتال الأمريكي كي يمنع هذا الحسم بقدر الإمكان أو يؤخر هذا الحسم، طبعا لمصلحة سوريا وروسيا وحلفائهم أن يعني يوقفوا يعيدوا تنظيم هذا الوضع. إلا أنه ما لم تنسحب القوى التكفيرية من محيط دمشق هذه هي هدنة مؤقتة في مسار هذه الحرب الطويلة. المطلوب انسحاب القوى التكفيرية من محيط دمشق، وهذا قرار وفق معلوماتي مأخوذ من الجيش العربي السوري والحكومة السورية لتنظيم محيط العاصمة. طيب سيد عيد، سنقفون لأن يجب أن نسمع ما الذي ستقوله الدولة السورية ممثلة به المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة دكتور بشار الجعفري، فلنستمع. وهو أستاذ بروفيسور في معهد الصحة التكنولوجي في دمشق. نعاه نائب في الجمعية الوطنية الفرنسية. نعاه واحد فرنسي نائب في الجمعية الوطنية الفرنسية اسمه تييري مارياني. وتييري مارياني قال الآتي وأقتبس باللغة الفرنسية: برماني في دمشق تلقى 10 قذائف من الإرهابيين المعتدلين المعدلين وراثيا في الغوطة، من بين القتلى وسقط طبعا المئات من الضحايا، من بينهم طبيب تخدير اسمه الدكتور حسن حاج حسن، وهو أستاذ بروفيسور في معهد الصحة التكنولوجي في دمشق. نعاه نائب في الجمعية الوطنية الفرنسية. نعاه واحد فرنسي نائب في الجمعية الوطنية الفرنسية اسمه تييري مارياني. وتييري مارياني قال الآتي وأقتبس باللغة الفرنسية: إيير كوم دي المئات على مدار الخمسة أعوام الماضية قد قتلوا، والسيد حسن قد قتل إثر القذائف التي أطلقت من الغوطة على دمشق أطلقها المتمردون المعتدلون، وهؤلاء لا يستحقون التعاطف والتضامن من وسائل الإعلام. وأختم وقال: متى سنحقق التوازن؟ يشرح المعاناة الحقيقية لسكان العاصمة دمشق بفعل إرهاب الإرهابيين الموجودين في الغوطة. بالمناسبة السيد تييري مارياني زار حلب في العام 2017، وقامت عصابات ما يسمى بالجيش الحر آنذاك بإطلاق النار على مطار حلب خلال إقلاع طائرته عندما كان يغادر الأجواء السورية. الحمد لله أنه نجا، لكن مطار حلب منذ ذاك الوقت أضحى مغلقا بسبب غياب الأمن بالنسبة لهذا المطار. رئيس الهلال الأحمر السوري في إدلب الدكتور محمد الوتي خطفته عصابات الإرهاب المعتدلة المعدلة وراثيا في إدلب. رئيس
فرع الهلال الأحمر السوري في إدلب. زميلي مندوب فرنسا الدائم قال بأنه يجب تطبيق الهدنة، وأنا أقول له نعم صحيح هذا الكلام، ولكن يجب تطبيق 29 قرار آخر اعتمدها مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، من بينها 13 قرار حول مكافحة الإرهاب. مو بس هدنة لمدة شهر، 29 قرار أنتوا اعتمدتوها يجب أن تطبق. زميلي السفير البريطاني حكى قصصا مرعبة، قال أنه سمعها من بعض الأشخاص. يبدو أنه لم يسمع القصص المرعبة عما فعلته قواته في العراق وفي فلسطين وفي سوريا وفي ليبيا. الحكومة البريطانية يا عزيزي ذهبت إلى المالفينس وحاربت الأرجنتين من أجل جزيرة لا تملكها، تقع على بعد عشرات آلاف الكيلومترات من بريطانيا، لكن حكومتكم الموقرة، لاحظ أنني لا أقول نظام لأنني أحترم القانون الدولي، حكومتكم الموقرة ضنت علينا بمحاربة الإرهابيين فوق أرضنا. نحن ما رحنا 10,000 كيلومتر وحاربنا دولة أخرى، نحن حاربنا الإرهاب فوق أراضينا، إرهاب تدعمه حكومة بلادك. السيد الرئيس، لقد شرحت في جلسة يوم الخميس حقيقة ما يجري في بلاد سوريا وما يعانيه المدنيون بسبب ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة، وأؤكد لكم مجددا أن حكومة الجمهورية العربية السورية قد تعاملت بجدية مع كافة مبادرات التهدئة والتزمت بها حرصا منها على حياة مواطنيها السوريين ولقطع دابر المتاجرين بآلامهم ودمائهم. وفي هذا السياق أشير إلى أن الحكومة السورية قد التزمت باتفاق أستانا لإنشاء مناطق خفض التصعيد الذي نص على جملة التزامات من بينها إلزام الجماعات المسلحة الموقعة على بيان أستانا بالعمل على فصل ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية ولا سيما داعش وجبهة النصرة وكافة المجموعات المرتبطة بهما. وأعطى الاتفاق اتفاق أستانا في نفس الوقت الحكومة السورية الحق بالرد على أي خرق تقوم به هذه الجماعات، ولم يكن من المفاجئ لنا على الإطلاق ألا تلتزم هذه الجماعات الإرهابية المسلحة بأي من هذه المبادرات وأن تتعامل معها كفرصة من أجل إعادة تجميع قواها ومقاتليها الإرهابيين ولتلقي المزيد من السلاح والإمدادات العسكرية والبشرية واللوجستية ولاستكمال جرائمها بحق الشعب السوري، وذلك بتوجيه من مشغليها من الدول الأعضاء، بعض الدول الأعضاء في هذا المجلس وبعض الأطراف الإقليمية التي تمارس إرهاب الدولة من أجل تخريب وعرقلة هذه المبادرات والاتفاقات. السيد الرئيس، منذ توقيع اتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد دأبت تلك المجموعات المسلحة على ارتكاب خروقات منهجية لنص الاتفاق، وفي مواجهة هذه الخروقات مارست الحكومة السورية ضبطا لا يضاهى للنفس حرصا منها على حياة المدنيين وعلى إنقاذ هذا الاتفاق الذي كانت المجموعات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة لها تعمل على إفشاله منذ اللحظة الأولى لتوقيعه. غير أن تصاعد هذه الخروقات المتكررة بشكل خطير بات يؤثر على الحياة اليومية لـ8 ملايين مدني في العاصمة دمشق وضواحيها، وذلك من خلال شن الهجمات باستخدام الصواريخ والقذائف والسيارات المفخخة إضافة إلى مهاجمة المواقع العسكرية السورية. كل ذلك أدى إلى خلق وضع لا يمكن تحمله والسكوت عليه،
لا من ناحية مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها وحقها السيادي في مكافحة الإرهاب، ولا من ناحية تعالي نداءات المواطنين السوريين المطالبة بحمايتهم وحماية عائلاتهم وأطفالهم ومدارسهم من ممارسات هذه المجموعات الإرهابية المسلحة. لقد استدعت هذه الخروقات والأعمال الإرهابية من الحكومة السورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها، فمارست حقها الشرعي في الدفاع عنهم، واتخذت في ذات الوقت كافة الخطوات لضمان سلامة المدنيين الذين تتخذهم تلك المجموعات رهائن ودروع بشرية داخل الغوطة الشرقية، بما في ذلك تخصيص ممر آمن لخروجهم. حددنا ممر آمن لخروجهم بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا الروس في الفترة من 4 إلى 14 شباط لخروج المدنيين، وتوفير أماكن إقامتهم مع تقديم الغذاء والدواء والرعاية الطبية اللازمة، كل ذلك على حساب الحكومة. كما دعت الحكومة أفراد المجموعات المسلحة إلى إلقاء السلاح والتوقف عن ممارسة إرهابهم من داخل المناطق والأحياء السكنية والانخراط في مبادرات المصالحة الوطنية. بطبيعة الحال فإن النداءات 8 ملايين سوري لا تصل إلى الأمانة العامة ولا إلى صندوق بريد مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في الوقت الذي تصلهم فيه نداءات عملائهم من الجماعات الإرهابية المسلحة ونداء إرهابيي الخوذ البيضاء الممثل الشرعي لتنظيم جبهة النصرة. ويبدو أن هذه الدول قد قررت اليوم استبدال الرايات السوداء لداعش والقاعدة برايات بيضاء في العراق وخوذ بيضاء في سوريا. خلصنا من اللون الأسود، هلأ اللون الأبيض، رايات بيضاء في العراق وخوذ بيضاء في سوريا. سيد الرئيس، إن المبدأ الأساسي الذي يحكم إيصال المساعدات الإنسانية بموجب القرار 46 على 182 الذي تفاوضنا وتوافقنا عليه جميعا هو احترام سيادة الدولة المعنية والتنسيق معها بشكل كامل في أي نشاط تقوم به الأمم المتحدة على أراضي هذه الدولة. لكن يبدو أن هذه المبادئ تصبح بلا قيمة وتخضع للمزاج السياسي والمعايير المزدوجة من قبل الأمانة العامة وبعض الدول المؤثرة والنافذة عندما يتعلق الأمر بتطبيقها في سوريا. وإلا من يفسر لنا أن بعض الدول تقدم مشاريع قرارات تتعلق بالوضع في سوريا وتقوم بالتفاوض عليها لأسابيع عدة مع كافة الأطراف إلا الدولة المعنية، وقد قلت ذلك أمس أول أمس. ومن يفسر أن المنسق المقيم في دمشق يرسل إلى وزارة الخارجية السورية مذكرة في 14 شباط 2018 يؤكد فيها أن قوافل المساعدات قد وصلت إلى ما مجموعه 2.3 مليون سوري فيما يسمى المناطق المحاصرة وصعبة الوصول خلال العام 2017، في حين يورد السيد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية يوم أمس أرقاماً مغلوطة بالمطلق بقصد تشويه صورة الحكومة السورية وأعطاء المبرر للدول الغربية في مجلس الأمن لاستهداف الحكومة السورية وشركائها. الممثل المقيم في دمشق بيقول أنه وصلت مساعدات للمناطق الصعبة فقط إلى 2.3 مليون. السيد لوكوك قال لكم قبل يومين أن المساعدات وصلت ل 20,000 شخص فقط. السيد الرئيس، دأبنا على القول مع بعض الأعضاء في هذا المجلس منذ 7 سنوات بأن إنهاء معاناة المدنيين في سوريا لا يحتاج إلى الدفع بمشاريع قرارات غير توافقية ولا إلى تبني قرارات جديدة ولا إلى عقد جلسات استعراضية سواء كانت عادية أم طارئة، ولا يحتاج إلى استنزاف موارد الأمم المتحدة في إعداد تقارير دورية تعتمد في معلوماتها وتقييماتها على مصادر مشبوهة، ولا إلى تشكيل لجنة هنا وهيئة هناك، إنما يحتاج فقط إلى تنفيذ قراراتكم أنتم 29 واليوم واحد صاروا 30. سبحان الله على الصدفة، صاروا 30 قرار مع قراركم اليوم.
طبقوها. يحتاج إلى أن تتوقف حكومات دول بعينها عن إنفاق مليارات الدولارات في دعم وتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية المسلحة. آخر شيء سمعنا أن الإدارة الأمريكية خصصت 4 مليار دولار لتمويل الإرهابيين في سوريا علناً، 4 مليارات دولار. يجب على هذه الحكومات أن تتوقف عن فتح حدودها ومطاراتها لتسهيل تدفق المقاتلين الإرهابيين إلى سوريا، وأن تسمح للشعب السوري بأن يرسم مستقبله ويستعيد أمنه واستقراره دون أي تدخل خارجي، تماماً كما قلت السيد الرئيس في بداية حديثك عندما قلت بأن المجلس يرفض كل ما ينتهك مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. نعم، هذا الكلام دقيق، ودعوت إلى تطبيق كل هذا القرار الجديد على كل مناطق سوريا. هذا هو فهمنا، هذا هو فهمنا في دمشق، أن هذا القرار ينبغي أن يطبق على كل الأراضي السورية بما في ذلك عفرين، بما في ذلك المناطق التي تحتلها القوات الأمريكية، بما في ذلك في الجولان. المطلوب أيضاً أيها السادة أن تتوقف حكومات هذه الدول، وأسميها صراحةً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأدواتها في المنطقة، عن عقد اجتماعات في واشنطن وباريس ولندن، وعن خلق مجموعات أو هيئات أو منتديات، وعن وضع خطط استراتيجية، هيك بسموها خطط استراتيجية تذكرنا بعهد الاستعمار القديم، وأن تدرك يقيناً بأن مثل هذه الخطط الاستراتيجية لتقسيم سوريا، هيك سموها، اجتمعوا في واشنطن وقالوا أنه وضعوا خطة لتقسيم سوريا خلال عام، مو أنا عم أقول، هنن هيك قالوا. هذه الخطط الاستراتيجية لتقسيم سوريا وتغيير نظام الحكم فيها بالقوة، أيضاً أنا أقتبس مما ورد في الوثيقة التي اعتمدت في واشنطن، وضمان ديمومة الإرهاب والوجود العسكري غير الشرعي على أراضينا. كل ذلك أقول لزميلتي المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية التي هددتنا أمامكم قبل قليل ولم يرد عليها أحد، أقول لها أن كل ذلك لن ينجح وسيرتد على واضعيها عاجلاً أم آجلاً. بلادي لديها الحق بموجب المادة 51 من الميثاق بالدفاع عن نفسها بكل الوسائل القانونية، وهناك وجود عسكري احتلالي أمريكي فوق أراضينا، لدينا الحق بمقاومته. كما هي حذرتنا نحن نحذرها من على هذا المنبر بأن لنا الحق بالدفاع عن أنفسنا بموجب المادة 51 من الميثاق. نؤكد مجددا على أن القصور وازدواجية المعايير ستبقى تشوب الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب طالما استمر ذلك المنظور الجزئي في التعامل مع إرهاب المجموعات المسلحة في سوريا. فاليوم يزعم بعضكم أنه حريص على منطقة تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة في الغوطة الشرقية وتبلغ مساحتها سيد الرئيس 50 كيلومتر مربع. المنطقة التي تتحدثون عنها مساحتها 50 كيلومتر مربع، متجاهلين 3 احتلالات غير شرعية لأجزاء من الأراضي السورية تبلغ في مجموعة مساحة 50,000 كيلومتر مربع. عم نحكي عن 50 كيلومتر مربع ونتجاهل احتلال لأرض مساحتها 50,000 كيلومتر مربع، احتلال أمريكي تركي إسرائيلي. إن هذه المقارنة البسيطة تعكس حالة النفاق السياسي الذي تمارسه بعض الدول الأعضاء، وحالة العجز التي يعانيها المجلس وبقية أجهزة الأمم المتحدة نتيجة خضوع المنظمة الأممية لممارسات الاستقطاب السياسي والمالي التي باتت سمة العمل الأساسية فيها اليوم. ختاماً السيد الرئيس، سنستمر بدعم من حلفائنا بمكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية، أينما وجد، فنحن نمارس حقاً سيادياً بالدفاع عن النفس وواجباً دستورياً على أرضنا وداخل حدودنا الوطنية، مو في المالفيناس، داخل حدودنا الوطنية. ولم نرسل قوات غازية آلاف الكيلومترات بذريعة مكافحة الإرهاب كما يقوم به ما يسمى بالتحالف الدولي غير الشرعي اليوم في بلاد سوريا، وكما تفعل القوات الفرنسية في مالي والنيجر وغيرها من الدول الأفريقية، وكما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا في أفغانستان
وليبيا اليوم وفي العراق سابقا. نحن عم ندافع عن أنفسنا ونقاتل الإرهاب داخل حدودنا، لا رحنا لمالي ولا إلى النيجر ولا إلى المالفيناس. المطلوب اليوم هو التزام جدي من مشغلي المجموعات الإرهابية المسلحة بإصدار التعليمات لهذه المجموعات للتوقف فورا وليس دون ما إبطاء كما ورد في مشروع قراركم، للتوقف فورا عن إرهابها واستهدافها للمدنيين. أؤكد لكم أن الحكومة السورية ستحتفظ بحقها كاملا بالرد بالطريقة التي تراها مناسبة في حال قيام المجموعات الإرهابية المسلحة باستهداف المدنيين في أي مكان في سوريا ولو بقذيفة واحدة، آخذا بالاعتبار أن فهمنا للفقرة العاملة الأولى من هذا القرار الجديد بأن هو أنها تنطبق على ما تمارسه القوات التركية من اعتداءات في عفرين وما تقوم به قوات ما يسمى التحالف الدولي من اعتداءات متكررة على سيادة وأراضي بلادي. وبطبيعة الحال أيضا ينطبق القرار على الانتهاكات المستمرة لقوات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على السيادة السورية دعما لشراذم الإرهاب في الجولان السوري المحتل. هذا هو فهمنا للقرار الذي اعتمدتموه السيد الرئيس. شكرا لك. أشكر دوب سوريا على بيانه. إذا استمعنا لكلمة مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن الأمم المتحدة بطبيعة الحال دكتور بشار الجعفري، تحدث عن نقاط عديدة لها علاقة بتأكيد الحق والسيادة الدولة السورية، ازدواجية المعايير بالتعاطي الغربي وخاصة بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا وفرنسا، وأشار بنقطة ربما تكون خلاصة لها علاقة بوجود قرارات كثيرة وضرورة الآن أن يكون هناك خطة حقيقية لحل الأزمة في سوريا لها علاقة برفع دعم الإرهابيين، وتحدث عن نقاط عديدة لها في أوضح هذا الجانب. النقطة الأساس له علاقة بذكر أنه في خطة بالفعل أمريكية لتقسيم سوريا بالإشارة إلى الوثيقة التي صدرت عن السفارة البريطانية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تضمنت مثل ذلك وثيقة وقد نشرت يعني في الصحف اليوم، وهو مباشرة ما أحيل إليك دكتور العمري انطلاقا من ما قاله دكتور بشار الجعفري وتحديدا في هذا السياق، وكأنه يقول أن هذه المرة مختلفة لأن هناك قرار وخطة باء كما قال لافروف للولايات المتحدة الأمريكية مع بعض الدول. نعم، ولا أحد أظن في المجلس حتى يناقش أن سوريا يعني تم انتهاكها كدولة من قبل إسرائيل، تم انتهاكها من قبل تركيا بإرسال الإرهابيين والسعودية، لا أحد يناقش ذلك. في الحقيقة المجلس التأم اليوم لمناقشة قضية محددة وهي التصعيد على الغوطة الشرقية وارتفاع عدد القتلى والشهداء بدون أي هدف استراتيجي أو عسكري واضح. عندما يعني لا أحد يناقش سياسة أمريكا يعني أحادية الجانب فيما يتعلق بإسرائيل أو الجولان، كل هذا أظن بأنه المجلس في اتفاق على ما قاله السيد الجعفري. ولكن لا، لأنه أشار إلى قرارات كثيرة موجودة ويتحدث عن أنه مكافحة الإرهاب بالفعل يعني يشوبها الجدية، ويعني بأنه هناك من يدعم ذلك لإطالة أمد الحرب في سوريا ولتمرير مثل هكذا خطة بدأت يعني تبرز معالمها أو حتى تتوضح. نعم، وأظن بأنه كل ما قاله يعني من الازدواجية في المواقف الدولية أتفق معه تماما. المشكلة أن السيد الجعفري يقول بأنه يعني يقتلون في دمشق، ما هو الشعب السوري أيضا في الغوطة الشرقية هم أيضا مسؤولية الدولة السورية، ويعني إذا كان تطهير مثلا تطهير الغوطة الشرقية سيكلف 100,000 سوري، فلا أظن بأن السيد الجعفري يقبل بذلك ولا السيد بشار الأسد. طيب، ستبقى معنا دكتور العمري وأيضا السيد رياض عيد والسيد أكرم عطلة، سنتوقف على فاصل ومن ثم نواصل المسائية. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. اعتبر الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير شيطنة للمقاومة وتحريض عليها، وفي اتصال مع الميادين قال القانوع أن المطلوب هو إسناد عربي وإسلامي لصمود الفلسطينيين في وجه قرار ترامب. كان في الوقت الذي تشن فيه الإدارة الأمريكية هجمة شرسة على الفلسطيني وعلى مقدساتنا الإسلامية
والمسيحية، وآخرها القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة، تأتي تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في هذا الإطار لشيطنة وتشويه صورة المقاومة الفلسطينية وحركة حماس على وجه التحديد، وتأتي أيضا في سياق تضليل الرأي العام العربي في دعم صمود شعبنا الفلسطيني أمام القرارات الأمريكية الظالمة ضد مدينة القدس. وفي صنعاء اعتبر عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم أن وزير الخارجية السعودي يضلل الرأي العام دائما ويعتمد سياسة الكذب حتى على السعوديين ويحاول تبرير العدوان على اليمن، وقال إن النظام السعودي لا يستقبل اليمنيين وإنما يقتلهم. الجبير هو حاول أن يضلل المنظمات الإنسانية التي تحاول حتى بطريقة ليست يعني لديها القدرة أو الشجاعة لأن تتحدث عن الجرائم التي ترتكب هنا في اليمن، ولذلك محاولة الجبير للحديث على أن هناك استقبال لعدد كبير من أبناء الشعب اليمني هذا كلام غير صحيح، وهم ينتهنون أبناء الشعب اليمني بل يقتلون أبناء الشعب اليمني بالقنابل الفتاكة والسامة والمحرمة دوليا، ولذلك أتت هذه التصريحات وأتت هذه التضليلات من أجل أن يكون هناك صورة تجميلية للنظام السعودي بأنه يرعى حقوق الجار وأنه يحتضن اليمنيين وأنه يقدم المساعدات فيما الواقع أن الغارات الجوية مستمرة كل يوم. نعود إلى ضيوفنا مباشرة. إليك سيد رياض عيد، كيف وصلتك تصريحات وزير الخارجية السعودي إن كان بالنسبة لحركة حماس وهي أيضا يعني على درجة أهم بما له علاقة لأنه بالمقاومة، وموضوع اليمنيين بما له علاقة بتورط السعودية في حربها باليمن؟ في موضوع حركة حماس، موضوع المقاومة، هناك معلومات أنه خلال شهرين أو ثلاثة أشهر ستنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وموقف حركة حماس هو موقف رافض لهذا الموضوع ورافض لصفقة القرن. والله على هوا المعلومات يعني والتصريحات بالأمس أنه في يعني القرار اتخذ بما له علاقة بالرابع عشر من مايو أيار. صحيح صحيح، اتخذ القرار سيكون نقل السفارة، يعني تقديم الموعد. نعم نعم، من هنا أنا أقول أن موقف حماس الرافض لهذا الأمر بالإضافة إلى تموقع حماس أو محاولة الاتصال والتموقع مع إيران والوقوف إلى مع كل الدول التي تدعم القضية الفلسطينية وترفض قرار الرئيس ترامب، هذا يدل على أن السعودية تحاول أن تعاقب حركة حماس بوصفها بالإرهاب انطلاقا من هذه النقطة كي تمرر صفقة القرن، لأن إمرار صفقة القرن هو ليس مصلحة إسرائيلية فقط بل هو مصلحة سعودية بامتياز، كي تستطيع السعودية أن تغير العداء في المنطقة من عداء عربي إسرائيلي وصراع عربي إسرائيلي إلى صراع سني شيعي، واعتبار أن إيران هو العدو الأساسي للعالم العربي وللعالم أجمع. سيد أكرم عطلة، ما رأيك أنت؟ إلى أي حد نحن نتحدث عن أنه على خطان متوازيان تسير استراتيجية أو خطة ترامب أو صفقة القرن مع التحركات السعودية بأنه مرحلية تطبيق القرار من خلال مثل هكذا تصريحات، أنت ما الذي وصلك منها؟ في دور سعودي ربما بشكل تلميحا وليس تصريحا أشار له الرئيس الفلسطيني في اجتماع مجلس المركز الفلسطيني، يعني لم يقل السعودية لكن قال أنه عرض علينا أن نستبدل القدس بأبو ديس، عرض علينا مال، وحتى ما زح المجتمعين قائلا أنه إحنا بنحب المال بس ما بنبيع وطننا ولا القدس بنبيعها بالمال، كان واضحا أنه يقصد السعودية. نبض أنه هذه تصريحات أن تسمع من وزير خارجية الدولة العربية، وجاءت سياق الصراع مع قطر، هناك صراع بين قطر والسعودية، لا يجب أن يكون الفلسطينيين جزء من هذا الصراع، ومعيب أن يتم تصفية حسابات بين دول عربية على حساب الكفاح الفلسطيني والتاريخ الفلسطيني والموقف الفلسطيني. لكن عذرا سيد عطلة سامحني على المقاطعة، هو اللافت أن يكون من دولة عربية وتحدث عن المقاومة، يعني حركة حماس تحديدا يعني تقاتل إسرائيل، والأكثر من ذلك طبعا. أنه قال طبعا. الجبير بأن توقفت يعني قطر عن دعم جبهة النصرة كما قال، وأيضا حركة حماس، والسفير القطري محمد العمادي تحدث أيضا بالأمس لرويترز بأنه قطر أصلا يعني غيرت كل العلاقة مع حركة حماس وهي توصل مساعدات لقطاع غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
حماية لإسرائيل هكذا قال. هو كل مساعدة القطرية طبعا بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ولا أحد يتخيل أنه قطر يعني تأتي إلى قطاع غزة وترسل شيء رغم عن إسرائيل ورغم عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولا في شيء يعني علينا أن نعيد قراءته من جديد، هذا ملموس بالنسبة لنا. ولكن بالنسبة للصراعات العربية العربية يجب أن يجنب الخلافات الفلسطينية، أن يكون الفلسطيني يتهم بالإرهاب بسبب صراع بين دولة ودولة، هذه مسألة أنا أعتقد أنه لا يقبلها لا أي فلسطيني ولا أي عربي ولا حتى أي سعودي. المؤسف أكثر أنه هذه التصريحات تأتي بعد 4 أيام ربما أو أكثر من تصريحات الجرنبلات الموفد اليهودي الذي كان أحد داعمين لنقل السفارة في القرار، وله موقف حاد من الفلسطينيين، يقال أنه حركة حماس إرهابية. أن يقول الأمريكي أنه حركة حماس إرهابية وبعد ذلك يصدر موقف من وزير خارجي عربي يقول أنه حركة حماس إرهابية، هذا له مسؤولياته الكبيرة في سياق ما يتم إنضاجه في المنطقة من هجوم على القضية الفلسطينية. طيب دكتور العمري أنت ما رأيك؟ يعني كنا استمعنا لمايك بينس في الكنيسة الإسرائيلي وتحدث أنه يفترض يعني مع نهاية العام المقبل يكون نقل السفارة، تغير الأمر الآن إلى أي حد مع تغيير تلك الوتيرة يمكن قراءة المشهد بأنه الأمر ليس فقط مشكلة خلافات عربية كما قال سيد عطالله، وإنما في عملية تنسيق مراحل بين الخطة التي يريد تطبيقها ترامب وبعض التصريحات، ومن هنا ما نسمعه بالنسبة لما قاله وزير الخارجية السعودي حول حركة حماس. هو نية السيد ترامب واضحة، يعني هو الآن ليست نية، هي أصبحت الآن تطبيق، ويتحدثون في الولايات المتحدة عن جمع تبرعات من الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة لبناء السفارة. فانتقلت يعني انتقلنا من الظن والشك إلى مرحلة اليقين فيما تريد أمريكا. ولكن العتب على السيد الجوبير الذي كسر يعني أحد أهم مبادئ التعامل العربي مع القضية الفلسطينية، وهو أنك يعني كمسؤول عربي أو كمواطن عربي لا توجه أي نقد للشعب الفلسطيني ما دام تحت الاحتلال. وهذه القاعدة البسيطة في الحقيقة أنا أستغرب أن السيد الجوبير لا يستوعب مثل هذه الحقيقة. كلنا لدينا خلافات ونظرات سياسية فيما يحصل، ولكن يجب تجنب اتهام الفلسطينيين بالإرهاب، ويجب التوقف عن لوم الفلسطينيين عن كونهم شعب محتل. غزة تعاني، غزة تجوع، الشعب الفلسطيني محاصر، الشعب الفلسطيني ليس لا يوجد عملية استشهادية واحدة في فلسطين منذ سنوات طويلة، ومع ذلك يرفض نتنياهو أن يأتي إلى عملية السلام و يعني يقبل بدولة فلسطينية. فالسيد الجوبير يعني موقفه وموقف النظام السعودي والأنظمة الخليجية التي تنجر وراء ترامب وراء نتنياهو موقف مستغرب. أنت تلوم الضحية، تلوم الشعب الفلسطيني، ولا نسمع من السيد الجوبير خطابا منمقا وجميلا عن هذا نتنياهو الذي يعني يحتقر الشعب الفلسطيني ويحتقر الشرعية الدولية. فأظن بأنه يجب على النظام السعودي أن يتراجع عن مثل هذا الخطاب، لأنه لا أحد. هي المشكلة هي تراجع عن الخطاب أم واحد. لماذا هذا الخطاب؟ يعني لماذا الآن واليوم استمعنا المتحدث باسم حركة حماس بأنه في محاولة لشيطنة المقاومة؟ نعم. الخلفية التي يمكن البناء عليها لشيطنة المقاومة، وأنت توافق سيد عيد على ما قاله المتحدث باسم حماس بأنه في محاولة لشيطنة المقاومة، لماذا؟ بمعنى نحن نتحدث عن خطوات متناسقة، عن حلف بدأ يرتب تحركاته بشكل مبرمج، إن كان الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية وإسرائيل، وما قاله رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة على شاشة الميادين في هذا السياق. الواقع أن هناك كما ذكرت هناك حلف أمريكي إسرائيلي سعودي متكامل منسق
كل خطواته، الغاية منه تصفية القضية الفلسطينية وفق ما يعتبر أو يسمى بصفقة القرن. وتكلمت نيكي هايلي من 4 أيام بأن صفقة القرن سائرة بخطوات ثابتة وفق ما هو مقرر وفق ما هو مذكور. وهناك كلام كثير أن الرفض الفلسطيني والرفض العربي لهذه الصفقة هو ضمن ما كان متوقع من قبل الأمريكيين والإسرائيليين والسعوديين. هذا إن دل على شيء يدل على أن السعودية تتكلم بلسان إسرائيل وأمريكا، تشيطن المقاومة وتغطي الكيان الإسرائيلي الغاصب بعملياته الإرهابية وسحق عظام الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. والغاية من كل هذا هو تغيير صمت الصراع من أن تكون القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة، لكي يصبح الصراع السني الشيعي هو جوهر الصراع، بما يخدم مشروع ترامب لتصفية أو ضرب التمدد الإيراني في المنطقة الذي استطاع أن يقود الوجود الأمريكي مع حلف المقاومة وروسيا. من هنا أنا أقول أن ما يقوم به عادل جوبير هو يتكلم بلسان إسرائيل مباشرة، وأنا لا أعتبر أن السيد عادل جوبير لم يستوعب هذه الحقائق. هو مستوعب هذه الحقائق لكنه يسير بتنفيذ هذه الخطط بشكل صحيح. أنك ذكرت مقالته نيكي هايلي، وهو ما جرى يوم الثلاثاء الماضي. سيد عطلة في الأمم المتحدة جلسة خاصة كان فيها جاريد كوشنر، أيضا جيسون جرينبلاند، وأيضا في السياق كان بالتوازي مع تنسيق مع السفير الأمريكي في إسرائيل، استمزجوا آراء أو طلبوا الدعم من أجل صفقة القرن التي بالفعل قالوا أنه في لجنة يتم العمل عليها ولن تكون مرضية لكل الأطراف، ستكون صعبة. لم يقولوا التفاصيل حتى لا تسرب لضمان نجاحها، ولكن كانوا يحاولوا استمزاج رأي المجتمع الدولي فيها. نحن وصلنا إلى هذه المرحلة، وبالتالي مطلوب تصفية المقاومة وصولا لتطبيق مثل هكذا صفقة. يعني نحن وصلنا للرغبة الأمريكية الإسرائيلية الذي يضع البرنامج للإدارة الأمريكية واضح من نتنياهو وبكون، وهذا أصبح معروف. موضوع القدس، موضوع الأمم المتحدة، موضوع شرع الاستيطان، هذا كله رغبة إسرائيلية. ترى إسرائيل أن هذه فرصة تاريخية لن تتكرر. وضع فلسطين منقسم، إقليم عربي محطم، رئيس للإدارة الأمريكية ينطاق معها، إدارة كلها إدارة يهودية، يهودية ليس بالمعنى الدين بل بالمعنى القومي في تدميرها لدول إسرائيل. وبالتالي تريد إسرائيل أن تفوت فرصة هذا المناخ وهذه البيئة الإقليمية والدولية للانتهاء من ملف القضية الفلسطينية. هذا ما تريد، وهذا ربما بكل أسف يمر صمت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي. الدول العربية ما بين صامت ومساهم، وإسرائيل تعمل ليل نهار في سابق الزمن لهذا الموضوع. نعم، كل ما يحدث ليس صدفة أن نسمع أن الدول العربية ربما أعرضت على الرئيس الفلسطيني شيء، وليس صدفة أن يقول كريملاد كان أكثر وضوحا ربما من هايلي عندما قال الطبخة على وشك النضوج وبقي فقط البحار والملح. نيكي هايلي تتحدث عن الخطة الأمريكية اللي اقتربت. الأبرز في ذلك ربما ما سمعناه أو ما قرأناه مما قاله الملك الأردني الملك عبد الله للرئيس سعد الحريري قبل أسبوعين ربما، عندما قال أن الإدارة الأمريكية ستعرض خطتها في شهر مارس. نعم، وقال لننتظر هذه الخطة لنرى ما فيها. وحتى الموقف الأردني فيه نوع من التغير، ليس نفس الموقف الذي صدر ما بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في ضغوطات اقتصادية عالية المستوى. رفع منسوب الدعم المادي أو المنح المقدمة أمريكيا، وقالها صراحة يعني الملك الأردني بأننا نتعرض لنوع من المفاوضة في الجانب الذي له علاقة بالدعم المالي مقابل المواقف. هنا أنتقل إليك دكتور نصير العمري، كأنه نتحدث عن إيقاع منسق. هي صدفة أن يتم تقديم موعد نقل السفارة الأمريكية بالتزامن مع هذه التصريحات لوزير الخارجية السعودي، وموضوع اليمن لا يقل أهمية عن موضوع حركة أم حماس يمكن يكون في اتساقا، والتسريبات التي تحدثت أنه سيتم جمع للقادة الخليجيين في الولايات المتحدة الأمريكية، هي كلها صدفة أم أنه في ضوء أخضر وترتيب فقط للأمور؟ لا يوجد صدف. السيد ترامب سلم ملف القدس لصهره كوشنر
ويعني في الصحافة الأمريكية تغطي أخبار أن هناك جمع تبرعات لإقامة هذه السفارة في القدس. هناك حديث يعني بشكل واضح في الصحافة بأنه السيد ترامب يعني يتجه إلى وضع المزيد من الضغط على الفلسطينيين، ورأينا كيف خاطبت نيكي هيلي، رأينا كيف خاطبت الفلسطينيين يعني بطريقة فيها نوع من الاحتقار. فلا، لا يوجد صدفة، هناك تنسيق، والقادة الخليجيون يعني الذين يتورطون في مع السيد ترامب ينسون بأن هذه الإدارات تأتي وتذهب، وتبقى الشعوب التي والشعب السعودي الذي يرفض مثل هذه التصفيات. يعني لا يريد الشعب السعودي أن يحمي نفسه على حساب القدس وعلى حساب الشعب الفلسطيني. فأظن بأنه قادة الخليج يجب أن يتروا، لأن هذا الرئيس في البيت الأبيض ربما لا يطول بقاؤه بسبب الملاحقات القانونية والسياسية التي قاربت يعني أن تطبق الخناق عليه. طيب، وربما لأنك أيضا من الأردن، لافت جدا، لا أدري إذا كنت اطلعت على مضمون الندوة التي يعني أدارها رئيس الديوان الملكي الأسبق دكتور جواد العناني، تحدث عن هذا البعد القانوني والدستوري والمنسجم ضمنيا مع القوانين الدولية في ارتباط الضفة الغربية بالمملكة الأردنية الهاشمية. هذا لافت مهم جدا، وفي التوقيت الحساس، وقد حضر هذه الندوة الأمير الحسن بن طلال ودار نقاش كثيرا حول ذلك، جلسة خاصة بمنتدى الفكر العربي. إذا ما رأيك أنت أيضا في سياق هذه السيد عيد؟ تبدو كلها نقاط مصادفة، وما الخطوة المقبلة إذا ما استندنا لكلام الجبير؟ يعني تصفية الخطوة المقاومة، المقبلة هي تشريع لإسرائيل لضربها. بالضبط، تصفية المقاومة، شيطنة المقاومة واسمها بالإرهاب. الغاية منها تصفية قضية حركة حماس، تصفية قضية حماس، وبالتالي دفع الأمور في الشارع الفلسطيني نحو القبول عسكريا وبالقوة بصفقة القرن وتمرير هذه الصفقة المشبوهة التي تفرط بكل فلسطين وليس بحق القدس فقط. من هنا أنا أقول ليس صدفة، كل ما يجري منسق بشكل جيد، ولدينا معلومات أن ولي العهد السعودي حين تكلم مع الرئيس الفلسطيني تكلم عن هذا الأمر، واعتبر أنه ما لم نستطيع أن ننجز صفقة التسوية الفلسطينية الإسرائيلية لا نستطيع أن نتفرغ نحن وإسرائيل لقتال إيران. بالنسبة له إسرائيل لم تعد عدو، كل من يقاتل إسرائيل هو في خانة الإرهاب، والقتال الحقيقي يجب أن يكون هو قتال إيران ومحور المقاومة. بكل أسف عند المسؤولين السعوديين وتحديدا محمد بن سلمان الملك المقبل للسعودية ليست التبست عنده الأمور، بل هذه هي خياراته الاستراتيجية. المزاج السياسي رتب، يعني اليوم طبعا الحديث طبعاً عن هذه اللقاءات مع القادة الخليجيين في الولايات المتحدة الأمريكية هو لترتيب الأمر، لترتيب الوضع الخليجي، لمنع الخلافات في الخليج، كي يتوحد مجلس التعاون الخليجي مع إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية، كي تعيد توجيه البوصلة إلى الصراع ضد إيران ولتقويض المشروع الحل السوري بدعم روسيا. طب بكل الأحوال ربما لا أدري إذا كنا بالفعل نتلمس تحسن في العلاقة، يعني ما قاله الجبير، قال في بروكسل بالأمس بأنه قطر أوقفت دعم حركة حماس وجبهة النصرة، وهذا تحسن. اليوم في تغريدة أيضا مهمة لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، تحدث أنه لا نتمنى سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، وهذه تغريدة يعني لو لم يكن هناك موافقة عليها من المملكة ستقص يداه للرجل، لأنه ممنوع أي تعاطف. نحن بدأنا نتلمس إعادة ترتيب البيت الخليجي إذانا تهيئة للظروف من أجل هذه الصفقة. طبعا طبعا، خاصة أن قطر بعد الحصار على قطر رتبت قطر أوضاعها مع إيران ومع تركيا، وبالتالي هناك معلومات مؤكدة أن قطر تستثمر في مشروع ميناء جوادر الباكستاني التي ترعاه الصين، استأجرته الصين، وهناك اتجاه من قبل قطر مع إيران لتوريد الغاز القطري عبر الأنبوب الإيراني الذي يمر عبر العراق وسوريا. هذا إن دل على شيء يدل على أن مصلحة قطر وخياراتها الاقتصادية والسياسية باتت باتجاه إيران وتركيا. من هنا تأتي هذه الأمور لسحب قطر من ذلك الموقع ولإعادة لملمة البيت الخليجي تحت عنوان وحدة مجلس التعاون الخليجي. السفير القطري محمد العمادي قال التقيت وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي دكتور العمري، ويبدو أنه في يعني
تهيئة العلاقة بشكل أعلن مع إسرائيل. لا أدري إذا كان لديك يعني تصور إلى أي حد بالفعل تم رسم العلاقة بشكل كامل، ترتيب البيت الخليجي وتحضير الحلف الذي سيكون في مقابل حلف آخر في المنطقة. نضجت كل الظروف؟ نضجت الظروف من وجهة نظر الأنظمة الخليجية التي يعني تبعد في فهمها للواقع عن الشعوب. الشعوب لا لا يعني الشعوب العربية، الشعب السعودي، الشعوب الخليجية، نعم، لا تريد مقايضة القدس بأي ثمن. هذا أولا. ثانيا، هذا التقارب مع نتنياهو، مع هذا الشخص الذي يعني أعلن إنهاء القضية الفلسطينية، هذا أيضا يعني بعيد عن التصور الشارع العربي. فأظن بأن الأنظمة الخليجية التي تعاني من مشاكل داخلية يجب أن تعيد يعني لملمة أنفسها لتجنب الوضع الكارثي الداخلي، ويعني الابتعاد عن هذه المشاريع الترامبية سيد التي لن يكتب لها النجاح برأيي. سيد عطلة، ماذا عساهم الفلسطينيون فاعلون، إن كان على مستوى السلطة أو على مستوى المقاومة؟ الفلسطينيون كل أسف في أضعف حالاتهم، ليس أمامهم خيارات سوى التوحد والهدف يعني الغائب، وإسرائيل تستغل هذا الوضع، تستفرد ربما بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وبما تمارسه من حصار على قطاع غزة حركة حماس. في لحظة من اللحظات اعتبر ليبرمان أنه لا داعي حتى للنقاش مع الفلسطينيين في خطة ما تسمى بصفقة القرن. أنا أعتقد أنه هذا الاستغلال لا يشمل تحطم النظام السياسي الفلسطيني، هذا الانقسام الذي أدى إلى إحداث هذا الشلل الكبير أمام الفلسطينيين فرصة واحدة، إنهاء الانقسام، الذهاب نحو انتخابات. هذه الانتخابات ربما يعيد استيلاء نظام سياسي فلسطيني خارج جبهة الصندوق، يستطيع أن يقول أن شعبنا قرر رفض ما يقدم له، وبالتالي حينها لا يبقى مستطاع لنفاذ الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها أو إسرائيل، لأنه يجري حديث مع الضفة الغربية مختلف من الحديث الذي يجري مع قطاع غزة. هنا يتواجد في قطاع غزة سلطة وهناك سلطة مختلفة، كل سلطة لها ارتباطات مختلفة ومرجعية، بمعنى أن هذا الوضع الفلسطيني يسهل على تمرير ما يريدونه، يسهل اختراق الولايات المتحدة بالدعم الإسرائيلي وبالتخطيط الإسرائيلي. كما قلت أنه كل يتم تقديمه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هو يتم إنضاجه وطبقه في مراكز الدراسات. كل الشكر لك سيد أكرم عطلة، الكاتب في جريدة الأيام الفلسطينية، كنت معنا من قطاع غزة المحاصر. دكتور نصير العمري، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية، كنت معنا من نيويورك. وجزيل الشكر أيضا لك سيد رياض عيد، الباحث في العلاقات الدولية. شكرا لكل ضيوفنا. وبهذا نصل إلى ختام المسائية، نذكركم بعناوينها. مجلس الأمن يصوت بالإجماع على قرار يدعو إلى وقف الأعمال القتالية لثلاثين يوما. فهل أسقطت موسكو خطة واشنطن للانقلاب على المعادلة في سوريا؟ في استمرار لدبلوماسية العواصف والتحريض، الجبير يعتبر اليمنيين لاجئين في السعودية، وصنعاء تتهمه بالتضليل وتؤكد أن اليمنيين من بناة المملكة. وصمت سعودي إزاء الموقف الأمريكي من القدس، وتقارب مع تل أبيب. الجبير يتهم حماس بالتطرف، والحركة تعتبره تضليلا وتحريضا على المقاومة وتشجيعا على مجازر جديدة بحق الفلسطينيين. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير، إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.